سكاي من الولايات المتحدة سيد توم حرب مدير مركز التحالف الأمريكي الشرق أوسط للدعم الديمقراطية. مرحبا بك سيد توم. أبدأ معك سيد توم. استمعنا لبومبيو من العاصمة الأردنية عمان يتحدث عن أن الولايات المتحدة مستمرة باستراتيجية ضد إيران والضغط سوف يكون جليا في الأيام المقبلة ونظيره الأردني تحدث عن ذات الأمر. في البداية ما هي رسالة من زيارة بومبيو وما هو الهدف الأول والبارز لدى الإدارة الأمريكية من هذه الزيارة؟ بالفعل الزيارة خاصة لعدد من الدول العربية هي في شقين. الشق الأول الغير معلن هو الملف الفلسطيني الإسرائيلي وورقة التفاهم الذي ستطرح في الأشهر المقبلة. بالمقابل هو للدول العربية للموافقة على هذه الورقة والتطبيع مع إسرائيل، ربما لبعض منهم أما معظمهم ثمنها هو ما هو موقف الولايات المتحدة من إيران وتحجيم الدور الإيراني. أما بإنزال النظام، تغيير النظام في إيران، وإما ستكون تقليص الدور الإيراني من النقاط 12 التي وضعهم الرئيس ترامب في السابق، والنقاط الأساسية منه ممنوع على إيران أن تمتلك القنبلة الذرية، توقيف تصنيع الصواريخ البلاستية وتطويرها، وتقويف دعمها لمجموعات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين وغيرهم. فهذه النقاط الأساسية. أما تفاصيل ثانوية مثل الانسحاب من سوريا، بدون شك وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي يبحثون هذا الموضوع، بأن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط لم تتغير وثابتة، وتفاصيل بالنسبة لشرق شمال سوريا هي نقطة جانبية، وهنا الدور التركي وما تحجيم الدور التركي بعدم التدخل في 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 شمال شرق سوريا، وربما إذا هنالك من حل إرسال جيوش عربية إن كان من مصر أم الأردن لأخذ مراكز القوات الأمريكية. نعم. في المناطق القبيلة. نعم، يبقى مع سيد